دور الأسرة حقيقة من هو الدور الأهم وهو الدور الحساس وهو الدور المؤثر. الأسرة قد تكون مدمر للطفل وقد تكون مدعم. تحدث عن الدمار بداية. عن الدمار أو قد تكون مدعم. تصور يعني إن لها دور إيجابي ولها دور سلبي أيضا. قد تكون قد يكون دورها سلبي وقد تكون دورها إيجابي. طيب نتحدث عن الدور الإيجابي. نعم. يعني تصور أن الأسرة لدرجة أنها تؤثر مش فقط في السلوكيات البسيطة ولكنها تؤثر حتى في الديانة. يعني إنما يولد طفل على الفطرة ثم وإذا أبواه يهودانه ومجسانه إلى هذا المستوى من التأثير. مستوى عميق جدا جدا جدا. الأسرة، تصرفات الأسرة، اهتمام الأسرة، مراقبة الأسرة للطفل. ولما نقول الأسرة طبعا الأب الأم الأقرباء ماشي. فدورها أخي الكريم أكبر الأدوار حساسية. غرس القيم التي تحدث عنها الأستاذ ميلاد والتي جميعنا نبحث عنها القيم الإيجابية يبدأ من البيت. نبذ الكراهية، نبذ الأحقاد، التعصب، احترام الآخر، نبذ الكذب، السرقة، الاحترام، كل هذه القيم التي نبحث عنها ونحن رمينا مهامها على المدرس وعلى المعلم في الأصل تعليمها في البيت داخل الأسرة. فدور الأسرة دور رئيسي جدا جدا، دور حساس، أهم دور على الإطلاق. وللأسف الشديد يعني كل أب وكل أم بالتأكيد يريد ابنه أو بنته يعني يمارس السلوكيات الرائعة الإيجابية الممتازة، يكون ابنهم يحترم الآخر، لا يكذب، لا يسرق، لا ينظر إلى الآخرين نظرة دونية، لا يكره، لا يحقد، خالي نظيف من التعصب، وكل هذه السلوكيات الرائدة التي كل أسرة تحبها. لكن هل الأب والأم والأقرباء والبيئة المحيطة تمارس في هذه الأشياء؟ هل هم أيضا لا يكذبون؟ هل هم أيضا يعني لا يمارسون التعصب والجهوية والأحقاد والكراهية؟ هل هم أيضا أناس لا يمارسوا النميمة والغيبة وما إليه؟ وهنا التناقض. نريد أبنائنا يمارسوا السلوك الجيد، نريد أبنائنا مؤدبين، نريد أبنائنا على خلق ومتمسكين بالقيم، لكن في نفس الوقت وللأسف الشديد بقصد أو بغير قصد نحن أنفسنا ككبار ولا لا قد لا نمارس هذا الأمر، نناقض أنفسنا أمام أبنائنا.